تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. أتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة أو بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الأخفلي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. دائما مستمعينا الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم واتصالاتكم على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا هذا اليوم، نحب أن نذكركم أو ننوه أعزائي المستمعين بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لهم أو لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. ودائما مستمعين الأعزاء، التطعيم أمان واطمئنان أيضا. وأيضا نذكركم دائما مستمعين الأعزاء بالمثلث الذهبي، كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين ولبس الكمامة، وخاصة في الأماكن المغلقة، وغسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. بنستعرض معكم مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما الفقرة الأخبار المحلية والعالمية. واليوم أول خبر عندنا تحت عنوان الشاي الأخضر يساعد في الحماية من مرض خطير، بنقرأ هالخبر إن شاء الله. وأيضا خبر آخر عن علامة غير متوقعة تشير إلى مشكلة في القلب. ودائما فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وفقرة خدمات هيئة الصحة بدبي. اليوم بنتحدث عن قسم أمراض الدم بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم التكيسات العقدية، وفقرة العلاج الطبيعي وأهميته، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم الصحة العامة والبحوث والدراسات المصاحبة لكوفيد-19. نرجع لفقرة الأخبار وبناخذ الخبر، خبر الشاي الأخضر. تعتبر السمنة مستمعين الأعزاء ومرض السكري النوع الثاني من مشكلات الصحة العامة الرئيسية في جميع أنحاء العالم، ما يساهم في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض القلبية والوعائية وأيضا الوفيات. وازدادت نسبة الأشخاص المصابين بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، ووصلت مؤخرا إلى مستويات وبائية، ويمكن أن يساعد دمج الشاي الأخضر في نظامك الغذائي على خفض مستويات السكر في الدم. ودرس علماء من جامعة كيوس في البرازيل كيف يعمل الشاي الأخضر وعقار السكري الميدفورمين على 120 امرأة بدينة غير مصابات بالسكري، وخلصوا إلى أن الشاي الأخضر فعلا متفوق على الميدفورمين في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى النساء المعرضات لخطر الإصابة بهذه الحالة. هاي طبعا مستمعين الأعزاء فوائد الشاي الأخضر. إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا والأهم وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور البيت. يا صباح النور وصباح السعادة أختي أسمى.
بناخذ شوي جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. أنت من كانت من التغريدات الأكثر تفاعلاً إن في الدولة في المواضيع الصحية، كان تغريدة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وهو ياخذ تطعيم كوفيد 19، والتغريدة تقول: أشكر صحة دبي على حملة التطعيم بلقاح فايزر بايونتك، ونجدد الشكر لأبطال خط الدفاع الأول لتأديتهم رسالتهم بكل إتقان وإخلاص. الإمارات دائما في المقدمة عندما يتعلق الأمر بصحة الناس وأمنهم وسلامتهم. نسأل الله أن يديم على قيادتنا الرشيدة وكل من يعيش على أرضها نعمة الصحة والسعادة. أيضا من التغريدات اللي كانت موجودة أيضا تغريدة لسعادة عبدالله البصري وهو يتلقى تطعيم فايزر بايونتك المضاد لكورونا ضمن حملة تطعيم الشاملة التي أطلقتها دبي مؤخرا. أيضا هنا كان تغريدة لمعالي حميد القطامي ويذكر فيها: بتوجيهات ورعاية قيادتنا الرشيدة تنفذ صحة دبي حملة تطعيم بلقاح فايزر بايونتك وتوفره بالمجان للمواطنين والمقيمين، وتلقيت اليوم بحمد الله جرعة الأولى. الإمارات دائما تبقى في العناية بصحة الناس، ونشكر قيادتنا الحكيمة التي لا تدخر جهدا لضمان سلامتهم وسعادتهم. هاي كانت تقريبا من التغريدات اللي كانت موجودة. نرجع أيضا لرأس السنة ومن ضمن التغريدات اللي أو النشرات اللي كانت موجودة، وهي خطة شاملة تأمين التغذية الطبية لاحتفالات رأس السنة واللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي، ومنها ثلاث مستشفيات موجودة في منطقة الاحتفالات برأس السنة، وأيضا موجودة بأكثر من 49 طبيب وممرض موجودين هناك لتأمين المنطقة طبيا. هاي تقريبا من الأشياء اللي كانت، ونختمها بصح إن هي رأس السنة ونبغى نحتفل ونستانس، لكن طبعا نلتزم بالإجراءات الوقائية ونبدأ عامنا الجديد بصحة وسعادة. هاي آخر مداخلة في 2020، نتمنى 2021 تكون خير وسعادة وصحة على الجميع، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، وكل عام أنت بخير، وشاكرين دائما تواصلك ورسائلك الإيجابية، وإن شاء الله تكون سنة خير علينا جميعا وصحة وسعادة وفرح إن شاء الله. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ الفاصل بس نذكركم بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق في الإمارة في مول الإمارات، وأيضا مردف سيتي سنتر، وأيضا سيتي سنتر ديرة. بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 342 لمزيد من المعلومات. فقرتنا الثانية مستمعين الأعزاء بتكون اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وتحت عنوان خدمات قسم أمراض الدم بمستشفى دبي، وبنتعرف أكثر عن هذا القسم، وأيضا نبذة عن هالقسم والخدمات الطبية اللي يقدمها قسم أمراض الدم، وأيضا التقنيات الحديثة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لقسم أمراض الدم. وبيكون معنا الدكتور حسن الياسين، اختصاصي أمراض الدم بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، لمزيد من المعلومات ومعرفة المزيد حول هذا الموضوع كله مستمعين الأعزاء بعد الفاصل. ودائما نقول خلكم مع الصحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
مستمعين الأعزاء، دائما هيئة الصحة بدبي وبشكل متواصل على تحديث وتطوير أقسام منشآتها الطبية في مختلف التخصصات، مستهدفة طبعا تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وأفراده. ومن بين هذه الأقسام التي يعني تحظى باهتمام الهيئة تأتي قسم أمراض، ويأتي قسم أمراض الدم في مستشفى دبي. للتعرف إلى هذا القسم وإمكانياته وخدماته يشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور حسن الياسين، اختصاصي أمراض الدم في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. دكتور حسن صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. مرحبا دكتور. طبعا قسم أمراض الدم أكيد يعني من الأقسام الحيوية والأقسام المهمة في مستشفى دبي وبهيئة الصحة بدبي. دكتور لو تعطينا نبذة عن قسم أمراض الدم في مستشفى دبي وما هي إمكانياته. نعم، مثل ما تفضلت أستاذ، يعني هو قسم أمراض الدم يمثل قسم مهم جدا من أقسام الطب الباطني اللي تخدم قطاع واسع من المرضى المصابين بمختلف أنواع أمراض الدم، سواء أمراض الدم الحميدة أو الخبيثة. قسم أمراض الدم تأسس في هيئة الصحة سنة 1985، وكان بالبداية في مستشفى راشد، وتأسس على يد الدكتور محمود برعشي. ومع تطور الخدمات وزياد عدد المرضى توسعت الخدمة والحمد لله. ثم انتقل القسم إلى مستشفى دبي سنة 2012، والآن يقدم الخدمة على عدة مستويات، على مستوى المرضى الراقدين وخدمة العيادة الخارجية وخدمة وخدمات الزرق الوريدي. فالحمد لله يعني توسعت الخدمة، والآن تشمل يعني مجالات متعددة. والحقيقة هو يمثل المركز الحكومي الوحيد في دبي اللي يخدم ليس فقط القاطنين في دبي بل حتى المرضى من الإمارات الشمالية. صحيح. نعم دكتور، طبعا مثل ما ذكرت أنه يعتبر من الأقسام الحيوية، لأن أيضا دكتور في تفرع حتى في أمراض الدم، يعني في الأمراض متفرعة، فلهذا لهذا السبب يعني يعتبر من الأقسام المهمة والحيوية وجودها في مستشفى دبي. دكتور لو نتحدث معك عن نوعية المشاكل والأمراض اللي تتعلق بالدم، واللي أيضا مثل ما ذكرت أنه يعني توصل لدى مستشفى دبي ليس فقط يعني من إمارة دبي ولكن أيضا من الإمارات الأخرى، لو نتحدث دكتور في هذا المجال. نعم طبعا، قسم أمراض الدم يعالج ويتعامل مع الأمراض ليس فقط الخبيثة بس الحميدة أيضا، يعني أمراض الدم بطبيعتها تنقسم إلى أمراض حميدة وأمراض سرطانية. صحيح. وقسم أمراض الدم يتعامل مع المرضى المصابين بالنوعين. فبالنسبة لأمراض الدم الحميدة، يظل مثلا مرض فقر الدم المنجلي هو رقم واحد ضمن أمراض الدم الحميدة اللي يستقبلها المركز. هناك عدد مهم من المرضى المصابين بهذا المرض الوراثي، إضافة إلى فقر الدم بأنواع المختلفة، إضافة إلى تكسر صفيحات الدم المناعي وأمراض الدم المناعية الأخرى، وهذه كلها تمثل أمراض حميدة وليست سرطانية. إلى جانب ذلك، يعني جزء مهم جدا من خدمات أمراض الدم يتركز على الخدمة للأمراض السرطانية. أمراض الدم السرطانية أمراض متنوعة جدا ومختلفة جدا، وتصيب يعني كل عناصر الدم. هناك أمراض سرطانية متعلقة بكريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح، وكلها طبعا تنبع من نخاع العظم. وكل هذه الأمراض والحمد لله قسم أمراض الدم يقدم خدمة التشخيص أولا بأعلى المستويات من الدقة وحسب والمواكبة الحقيقة لأحدث التطورات في هذا المجال، إضافة إلى العلاج المترتب على التشخيص النهائي لكافة أنواع أمراض الدم السرطانية في جهاز الدم. نعم
نعم. أيضا دكتور مثل ما تفضلت بأن يعني ينقسم القسم أو حتى نوعية الأمراض إلى يعني قسم الدم أو مشكلة الأمراض اللي أمراض الدم اللي قد تكون يعني حميدة وأيضا خبيثة. دكتور أكيد يعني هناك موضوع التطور التقني واستخدام التقنيات الحديثة أو الأنظمة الذكية أو حتى التطبيقات الذكية في علاج مثل هالنوع من الأمراض، ودائما مثل ما نعرف بأن استراتيجية هيئة الصحة بدبي دائما في تطوير الخدمات ودائما في إيجاد حلول ذكية. لو نتحدث دكتور عن يعني أحدث التقنيات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي وبالأخص في مستشفى دبي لعلاج أمراض الدم والأمراض الأخرى أيضا المتصلة بها. نعم طبعا مثل ما تفضلت أخي الكريم، يعني الحمد لله هيئة الصحة دائما حريصة على توفير أحدث الإمكانيات والوسائل للتعامل مع الأمراض الدم والأمراض المختلفة الأخرى التي تصيب مختلف أجهزة الجسم. بالنسبة لأمراض الدم في قسمنا، يعني الحمد لله إلى إضافة إلى العلاج الستاندرد اللي يسميه لكافة الأمراض اللي هو مثل ما قلت يعني يواكب أحدث التطورات في بالنسبة لل يعني العقاقير المستخدمة. يعني الحمد لله احنا حتى في المؤتمرات وفي الاجتماعات العلمية اللي نحضرها نلاحظ أن الحمد لله يعني دبي ودولة الإمارات تستخدم عقارات وأدوية حديثة في بعض الأحيان حتى في أوروبا اللي هي تنتج هالأدوية، يعني ما يعني غير مستخدمة لظروف يعني لوجستية. صحيح. هناك أي بس الحمد لله هنا يعني هناك إمكانية للحصول على هذه العقارات اللي هي مناعية وسرطانية ومختلف أنواع العقارات وحتى المضادات الحيوية. أحدث المضادات الحيوية هيئة الصحة حريصة على أنه تكون متوفرة وتستخدم لكافة المرضى. هذا فيما يخص العلاج. فيما يخص التشخيص، قسم أمراض الدم على تعاون كامل مع مختبر الجينات والكروموسومات في مستشفى لطيفة اللي هي أيضا تابع إلى هيئة الصحة، والحمد لله تم تحديث هذا المختبر بالشكل اللي يواكب تطور التشخيص، لأنه التشخيص الآن لهذه الأمراض الحقيقة ليس بسيطا، فيعتمد على متغيرات كثيرة. صحيح. وهذه وكل هذه موجودة والحمد لله. حتى سرعة التشخيص دكتور يعني يعتبر جانب مهم وحيوي بالنسبة لي يعني الفريق الطبي المعالج وأيضا حتى للمريض نفسه. بالتأكيد بالتأكيد. إضافة إلى ذلك طبعا خدمات نقل الدم يجب أن ما ننساها طبعا، فقسم أمراض الدم والبلود دونيشن سنتر يعني قسم نقل الدم في مستشفى لطيفة واللي احنا على تعاون كامل وياه يقدم خدمات نقل الدم للمرضى المصابين بفقر الدم الوراثي والمرضى المصابين بمختلف أنواع فقر الدم، إضافة إلى تبديل الدم لمرضى فقر الدم المنجلي اللي يحتاجوا بين فترة أخرى حسب شدة الحالة. يعني الحمد لله الخدمات ممتازة وتغطي قطاع واسع، ودائما هيئة الصحة تحاول أن تحقق أعلى نسب معايير الجودة، وهذا من المشهود والحمد لله. نعم طبعا دكتور حسن، أكيد يعني مثل هاي الأمراض يوم يصاب الشخص فيها سواء يعني مرض الدم إذا كان حميد ولا خبيث، أكيد هناك جوانب أخرى يعني يحتاج المريض إلى دعم فيها، وأكيد يعني دكتور أنتو يتم يعني متابعة هاي الحالات ليس فقط من الجانب العلاجي وإنما أيضا الجانب الاجتماعي والجانب النفسي، الدعم المتكامل الحقيقة لهذا النوع من الناس المصابين. واليوم لو تلاحظ دكتور حتى توجه يعني وسياسة واستراتيجية هيئة الصحة بدبي هو العلاج الشمولي، يعني علاج الشخص وإدارة حالته بواسطة طبيب أو بواسطة عفوا فريق طبي متكامل، يكون يعني تخصصات ثانية يدعمون الإنسان هذه إدارة حالته المرضية.
دكتور في آخر يمكن دقيقتين أو ثلاث، إذا كانت هناك أي نصائح تحب تقدمها الحقيقة لهاي الفئة من الناس المصابين ب يعني مختلف أمراض الدم، كيف تنصحهم وشو النصائح اللي يحتاجها على أساس أنه يقدر يدير حالته الصحية بشكل ذاتي؟ نعم، يعني عموما أحب أوجه بس نصائح عامة الحقيقة للمرضى المصابين بأمراض الدم. الحفاظ على التغذية الجيدة الصحية والحفاظ على بنية الجسم، لأنه هاي من الأشياء الضرورية لتحمل العلاج وتقبل العلاج. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن تأخذ المعلومة الصحيحة من المصادر الموثوقة الصحيحة، يعني الابتعاد عن المعلومات العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي غير الدقيقة الحقيقة. يعني نطلب من الأخوة الكرام المرضى أنه يأخذون المعلومة الطبية الصحيحة من مصدر موثوق، لأن أي معلومة أخرى قد تسبب لهم إرباك أكثر من فائدة. وعند ملاحظة أي عارض صحي غير طبيعي فيما يخص الدم، مثل شحوب أو لا سمح الله نزيف أو بقع نزفية في الجلد أو نقصان وزن غير طبيعي أو تعرق شديد في الليل أو ظهور غدد مثلا في الجسم، مراجعة قسم أمراض الدم، والخدمة إن شاء الله تكون كاملة وشافية ووافية. الله يبارك فيك ويعطيك ألف عافية دكتور حسن الياسين، اختصاصي أمراض الدم في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. الحقيقة شكر والتقدير لك دكتور ولفريق عملك المتميز والمبدع الحقيقة في تقديم هاي النوع من الخدمات المميزة للمرضى ومتعاملين هيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. شكرا مستمعينا الاعزاء، بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم التكيسات العقديه، وايضا عندنا فقره العلاج الطبيعي واهميته. خلكم مع صحه وسعاده، فاصل وراجعين. صحه وسعاده، مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وإلى فقرتنا، فقرة العلاج الطبيعي، يظل طبعا دائما مستمعين الأعزاء للعلاج الطبيعي أهمية القصوى، وخاصة في الأيام اللي قد تدفعنا دائما فيها الظروف عامة أو خاصة للجلوس في البيت لأوقات طويلة. في هذا الموضوع مستمعين الأعزاء يسرنا أن يكون معنا الاختصاصية سهام المرزوقي، ممارس عام طبيعي أو علاج طبيعي عفوا في هيئة الصحة بدبي. أستاذة سهام صباح الخير. صباح النور والسرور، حياكم الله. الله يحييك أختي سهام. حابين ناخذ نبذة عامة عن العلاج الطبيعي وأهميته الصحية. أكيد، حياكم الله وصبحكم الله بالخير مستمعين. صباح النور. اليوم عن العلاج الطبيعي وأهميته. العلاج الطبيعي هو جزء من الطب التكميلي، وهو جزء لا يتجزأ من عملية العلاج لكل مريض. بعض من الناس عندهم مفهوم خاطئ، ألا وهو أن العلاج الطبيعي هو جزء من الرفاهية أو أنه شيء ثانوي، لكنه يلعب دور كبير في علاج الفرد، خصوصا على حسب بعض الحالات اللي نضطر فيها أن نأخذ نوع من البروتوكول الخاص للعلاج. صحيح. طبعا أكيد مثل ما تفضلتي أستاذة سهام بأن يعتبر يعني جانب مهم مكمل، لأن كثير من الأوقات يعني يعتبر العلاج الطبيعي مهم وحيوي، وفترته أيضا مهمة وحيوية للمريض، وأيضا يعني عمل الرياضة أو التمارين الرياضية في الوقت المناسب يساعد في شفاء طبعا المريض. هل يعني العلاج الطبيعي مجرد يعني حركات رياضية خفيفة، أم أن ذلك هو أدوات وإشراف طبي أختي سهام؟ طبعا العلاج الطبيعي هو مش بس حركات رياضية خفيفة
أو مثلاً أنت عندك أدوات في المنزل تقدر تستخدمها. صحيح. عندنا كل حالة لها بروتوكول معين نحن ما نقدر أن ننحيد عنه. يعني مثلاً ما أقدر أنا شخص عندي ألم في الركبة أن عندي مثلاً جهاز للمشي في المنزل أمشي على سرعة 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر في الساعة، هذا شيء غير مقبول، أن ممكن المنطقة يكون فيها التهاب. مثلاً أنا عندي كتف يؤلمني، أنا ما أعرف شو هاي الإصابة لكن ما علي، بشيل عندي دمبل أو مثلاً أوزان في البيت، مجموعة من الأوزان أنا بشيل والله أقدر وحدة عشان أستوي قوية. هذا كلها مفاهيم خاطئة، وكل إنسان خصوصاً في فترة الكورونا كلنا انحجرنا في بيوتنا، كلنا كانت وسائلنا محدودة، الجمات سكرت، مراكز العلاج الفيزيائي والعلاج الطبيعي سكرت، فكان عندنا إن شو نطلب هالأجهزة توصلنا البيت ونسيء استخدامها. صحيح. أستاذة سهام، أيضا يعني حابين نعرف على يعني مدى إقبال يعني متعاملين هيئة الصحة بدبي على خدمات العلاج الطبيعي اللي توفرها هيئة الصحة بدبي. عندنا دقيقة بس أختي سهام. إيه إن شاء الله أكيد. الحمد لله الإقبال موجود، وتقدرون أنكم تأخذون مواعيد عندنا في مركز دبي للعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل عبر التحويل من أي أحد مستشفيات دبي أو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية، وحياكم الله نحطكم في عيوننا. وتذكرون العلاج الطبيعي جزء جدا مهم، إذا عندكم تعوركم تفضلوا حياكم الله. الله يحييك أستاذة سهام المرزوقي، ممارس علاج طبيعي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك ولفريق عملكم المميز، وكل عام وانت بخير. وانت بخير، دمتم بخير وصحة عادية. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، من فقرة العلاج الطبيعي وأهميته بننتقل معاكم إلى فقرة الصحة العامة، واليوم تحت عنوان الصحة العامة والبحوث والدراسات المصاحبة لكوفيد 19. نجحت هيئة الصحة بدبي في مواكبة واستيعاب جائحة كوفيد 19 على أكثر من مسار وقائي وأيضا مسار علاجي، إلى جانب مسار البحوث والدراسات التي تناولت الصحة العامة وبروتوكولات التعامل مع الجائحة ومواجهتها. من دون شك كان لإدارة الصحة العامة التابعة للهيئة الدور المهم في هذا الجانب. اليوم الحقيقة نحن يشرفنا ويسعدنا يكون معنا الدكتور كاظم العبادي، أخصائي أول الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي. دكتور كاظم صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أخي الكريم، وعليك وعلى المستمعين وعلى الإذاعة، أشكرك جدا. صباح النور دكتور، نحن الحقيقة يعني سعداء جدا وشاكرين الحقيقة دوركم الحيوي في هذا الموضوع. دكتور حدثنا في البداية عن قيمة وأهمية البحوث والدراسات الطبية المتخصصة. نعم، أنا أشكرك كثير على الكلام الجميل اللي طرحته. طبعا البحوث العلمية أو البحوث المرتبطة بالصحة العامة أو بالصحة بشكل عام يعني هي الأساس لاتخاذ القرارات الصحيحة، هي الأساس لتحسين نوعية الحياة المجتمع، لأن هي تساعد على استهداف الناس الأكثر تعرضا على اكتشاف الأخطاء أو اكتشاف الإيجابيات أو السلبيات اللي يعني الناس يعانون منها، مثلا خاصة في نمط الحياة. طبعا تساعد أصحاب القرار اتخاذ القرارات المناسبة، يعني مثلا احنا اكتشفنا شيء معين مثلا خلل أو هذا، فلما تقدم انت دراستك والأبحاثك والنتائج انت راح تساعد على انشاء مركز جديد او خدمه جديده او يعني وسيله جديده حتى تحسن او تحسن الامر او يعني تبعد الصحه السلبيات الصحه. صحيح. طبعا الامور تكون دائما الصحه لازم تكون القرار مبني على علم، والدراسات هي العلم اللي تستند عليه القرارات، ايضا تكون مرجع تستند عليه. يعني احنا اليوم سوينا دراسه طلعنا بنتائج معينة، حطينا التوصيات، حطينا السياسات، حطينا الاستراتيجية، زين احنا كيف نعرف التحسن صار؟ بعد 4-5 سنين احنا راح نعيد الدراسة او نسوي شيء مماثل حتى نقيس احنا خلال شغلنا خلال 5 سنين او 4 سنين هل كان منتج او غير منتج، هل في تحسن في مجال معين او في سلبيات في مجال معين، فاحنا حتى نعرف الخلل او الايجابيات او السلبيات اللي حصلت خلال فترة زمنية. لذلك الدراسات أساس شيء مهم إحنا مرجع نستند عليه
في تقييم واقعنا الصحي. صحيح دكتور. أيضا مثل ما ذكرت وبالأخص يعني مثل ما أنت تفضلت بأن الدراسات والبحوث مهمة لكل القطاعات، سواء القطاع الصحي، القطاع يمكن يكون الاقتصادي، جميع القطاعات، ولكن نحن يوم نتحدث عن القطاع الطبي أكثر أكيد مهمة الدراسة، لأن أي استراتيجية بيتم وضعها دكتور، أي تطوير، أي توسعة، أي إضافة، دائما الإدارة العليا بتطلب داتا وبتطلب معلومات وبتطلب بحوث ودراسات في هذا الموضوع. دكتور، إذا نتحدث معك عن أنماط الحياة الصحية وارتباطها بالدراسات والبحوث. نعم طبعا تصنيفات الدراسات كثير مختلفة، يعني مختلفة في الصحة العامة، لكن التصنيف اللي نستخدمه احنا في الدراسات، يعني الدراسات هي نوعين، اما تكون نوعي او كمي، وكل واحدة لها فئات. مثلا النوع النوعي مثلا المقابلات المباشرة مع الناس او يعني المرضى يكونوا ممكن او يقدمون خدمات، او يكون مثلا حلقات التركيز او حتى السبيانات. النوع الكمي هنالك ثلاث دراسات يعني رئيسية، اللي هي من الدراسة اللي تكون مقطع طولي، اللي تكون في وقت محدد من السنة، اللي تنظر إلى يعني فترة زمنية معينة. الدراسات المتتابعة أو الزمنية الطويلة ممكن تكون مستقبلية أو تكون تعتمد تدرس الداتا اللي موجودة عندك متوفرة عندك خلال السنوات السابقة. وفي دراسات النوع الثالث الحالات النادرة، يعني في أمراض نادرة أنت ما تحتاج يعني تسوي دراسات مقطعية أو دراسات طولية لأن عددها قليل، تكون لها نوع معين من الدراسة. طبعا الدراسة تحتاج يعني أهم شيء فيها يعني يكون هو الباحث المتمكن. الباحث المتمكن هو اللي يحدد نوع الدراسة الموجودة، الباحث يقرر يعني أي نوع اللي الأسلم في اتخاذ الدراسة وتكون نتائجها قريبة وتكون ما بيها يعني من ناحية المعلومات المتوفرة، من ناحية الفترة الزمنية، من حتى من ناحية يعني يعني تتخذ يعني الباحث يقدر يقرر بأنه تكلفة الدراسة قد ممكن تكلف، يعني دائما يختار الدراسة المناسبة من ناحية العلم والمادة المتوفرة وحتى من ناحية المادية. يعني تبقى هذا هو على الباحث أو العالم اللي قرر النوع. بعد هذه الدراسات الأساسية اللي نستخدمها في مجال الصحة العامة وحتى في مجال الصحة كلها بشكل عام. صحيح أكيد دكتور. طبعا يعني قسم الصحة العامة والبحوث والدراسات المصاحبة يعني دور حيوي بشكل مستمر وبشكل دائم، ولكن أكيد يعني دكتور كان هناك دور حيوي ومهم خاصة في مرحلة جائحة كوفيد-19. لو نتحدث معك دكتور كيف تم تطويع البحوث والدراسات لتكون أيضا هاي الدراسات وهاي البحوث أداة مساعدة في مواجهة جائحة كوفيد-19؟ نعم، بالنسبة لجائحة كوفيد-19 يعني كان شيء جديد، يعني ما كان يعرف، ما كان متحضرين احنا قبل، كان يعني تجربة جديدة طلعت لنا احنا. بالنسبة للدراسات كصحة عامة يعني استخدمنا البيانات الموجودة السابقة. قد تقول لي بأن البيانات السابقة ما فيها كوفيد، نعم ما فيها كوفيد، بس ممكن تساعدنا مثلا، لأنه في مثلا كوفيد يرتبط ببعض يعني مثلا فئة معينة من الناس مثلا اللي عندهم مرض مثلا أمراض مزمنة ممكن هم تحت خطر. فإحنا من خلال الدراسات عرفنا مثلا الناس الأكثر السابقة، عرفنا الناس الأكثر خطر. بالإضافة إلى ذلك أثناء الجائحة هذا صارت عندنا يعني كنا جاهزين من خلال استخدام المعلومات المتوفرة. المعلومات المتوفرة اللي جدنا اللي هي أما الإصابات الجديدة اللي حدثت، يعني اللي كانت تحدث خلال سنة 2020. نعم. أضافة إلى المعلومات الوفيات، هذه نوع المعلومات ساعدتنا كثير. إحنا خلال السنة هذا كلها كنا نشتغل عليها من خلال تقديم البيانات، من خلال معرفة من هم الناس الأكثر تعرضا للخطر، من هم الناس اللي ممكن يعني معالجتهم ممكن يقوم بالبيوت. يعني ساهمت هذه المعلومات اللي جمعناها في حماية المجتمع، في حماية المرضى، في أيضا حتى يعني ممكن تكون حتى في طريقة العلاج. إحنا ما نعالج بس ممكن يعني الناس اللي يعالجون استفادوا من هذه المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر.
صحيح دكتور. أيضا يعني نجاح أو نجحت هيئة الصحة بدبي يعني كيف إذا كان يعني انصح التعبير يعني كيف نجحت هيئة الصحة بدبي في هذا الجانب من البحوث المتخصصة؟ يعني الحمد لله والشكر يعني هيئة الصحة دبي نجحت بشكل ملفت للنظر بشكل كبير. يعني أنت لو تلاحظ معظم الدراسات اللي تمت أو البيانات أو الإحصائيات كلها اعتمدت على جهود ذاتية، وهذا شيء كبير يعني يعطيك فكرة بأنه الهيئة عندها ناس متمكنين، الهيئة متحضرة لأي شيء جاهزة. لكن أيضا أنا أضيف لك يعني مو فقط هذا، يعني وجود قواعد بيانية عالية المستوى جودة عالية خاصة مثلا سلامة أو غيرها ساهمت في هذا المجال. أيضا وجود علماء متمكنين داخل الهيئة اللي يقدرون يتعاملون مع المعلومات، يقدرون يجمعون معلومات، يقدرون يحللون معلومات، يقدرون معرفة كيف إظهار هذه المعلومات. إضافة لذلك مو فقط علماء، وجود إحصائيين حتى يظهروا المعلومات بشكل واضح للمجتمع وأصحاب القرار بشكل مبسط سهل يوصلون بالفكرة لهم. أيضا وجود برامج متطورة تساعد على تحليل هذه المعلومات، برامج معروفة مثل SPSS، ستيتا، مافيك، هذه تساعد الباحث أو العالم في تحليل جائحة كورونا من المعلومات الموجودة. هذه يعني أبرز الأمور. الحمد لله الهيئة نجحت وكانت جاهزة، وخلال يعني هذه السنة من خلال البحوث والبيانات وقوتها في امتلاك المعلومة أو جمعها ساعد على حماية المجتمع، ساعدت على كثير من القرارات التي اتخذت خلال هذه السنة بشكل صحيح. الآن يعني أصبحت هناك خبرة كبيرة في التعامل مع المريض من يوم إصابته حتى يوم شفائه، من يوم إصابته حتى يوم دخوله المستشفى، من يوم إصابته حتى دخوله الكارنتين. يعني صار يعني خبرة كبيرة، سياسات مختلفة تم بنائها على أساس الإنجازات اللي تحققت. صحيح. وأيضا دكتور مثل ما ذكرت أنت في بداية الحديث بأن أهمية البحوث والدراسات مهمة لي يعني أصحاب القرار في موضوع التطوير، تطوير الخدمات الصحية بشكل يعني جيد وبشكل معتمد على نتائج دراسات ونتائج بحوث. أيضا دكتور يعني وجود هاي الإدارة في مؤسسة صحية أكيد يعطي دافع جيد لعمل المزيد من التطور والنجاحات. دكتور كاظم العبادي أخصائي أول الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتور، جهودكم الحقيقة مميزة، وشكرا لك ولفريق العمل المبدع معك، وكل عام أنت إن شاء الله بخير والصحة وسعادة. كل عام ألف خير إن شاء الله عليك وعلى الناس وعلى المجتمع في دبي، وإن شاء الله بالتوفيق والتقدم إن شاء الله، وإن شاء الله نخلص من هذه الفترة العصيبة من جائحة كورونا، وإن شاء الله أزمة وتعدي إن شاء الله. أشكرك كثير. شكرا دكتور. شكرا مستمعينا الأعزاء. أيضا نحب قبل لا نختم فقرتنا لهذا اليوم التنويه بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وأيضا العاملين في خط الدفاع الأول المهن الحيوية، هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. ودائما التطعيم هو أمان واطمئنان. وأيضا مستمعينا الأعزاء يمكن حجز موعد للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 للفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح فايزر بايونتك في دبي عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA أو من خلال مركز الاتصال الموحد في هيئة الصحة بدبي على 803-42. ونقول أيضا ودائما التطعيم أمانا واطمئنان. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، واتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة. هذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع
أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا المخرج المتألق سعيد المر. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وبصحة وسعادة وفرح. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.